صباح الخير مشاهدينا الاعزاء، وين ما كنتوا عم بتابعونا عبر شاشه التلفزيون الاردني، برنامج يوم جديد. احنا معكم اليوم من مدرسه ضاحيه الاميره ايمان الثانويه للبنات في لواء المقر لتغطيه فعاليات مؤتمر البرلماني الطلابي الاول الذي جاء تحت عنوان وطني مسؤوليتي. لنتعرف اكثر على التفاصيل، تابعونا بهذا التقرير وصباحكم خير. تماشيا مع رؤى جلالة الملك والورقة النقاشية الرابعة اللي بتتعلق بالمواطنة الصالحة، ارتأت إدارة المدرسة إقامة هذا المؤتمر الطلابي لتجدير الانتماء والولاء لدى الطلاب وتقديم خدمة مجتمعية ورفد المجتمع بخبرات نيرة إن شاء الله للمستقبل. تأكيدا وإيمانا راسخا منا بالأوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله، تم عقد هذا المؤتمر البرلماني للطلاب الأول من أجل مناقشة الورقة الرابعة لجلالة الملك، والتي يركز فيها على المواطنة الفاعلة وما لها تأثير من بناء قدرات قيادية لدى الطلبة، وأن يكون شباب أردني واعي قادر على التحقيق الواعي لمستقبل الأردن. هذا الهدف بدنا نوعي انه نحن المجتمع على حب الوطن وعلى الانتماء، يعني هو اهم شيء، انه لازم الواحد يكون منتمي لوطنه ويكون عقله واعي مشان يصير عندنا مواطنه فاعله. نظمت مدرستنا هذا المؤتمر بعنوان حقوق الانسان، ترأسه مجلس البرلمان الطلابي كبدايه فاعله لدور البرلمان الطلابي في المدارس. البرلمان الطلابي هو كالعاده اساس لبناء جيل واعي مثقف يعرف حقوقه وواجباته حتى يكون قدوه لطلاب المدرسه في مختلف مجالات المدرسه. يا موطني كلك حمى تراب او بحر وسماء، كلك حمى كلك حمى يا تراب، يا بحر وسماء نسقيك من شرياننا الأبهر وفا وعشق ودمى، يا موطني كلك حمى وحنا إلى صاح المنادي هل الخيل نركب على قبة المهار الأصايل، العيون منه زغردت بالهلاهيل نردع عن أحياض الوطن كل عايل.